مندوبا عن جلاله الملك عبد الله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه الدور السابع والثلاثين من مهرجان جرش للثقافه والفنون. حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء وضيوف عرب ومثقفون وفنانون واعلاميون. وقالت وزيره الثقافه الدكتوره هيفاء النجار: ننقد اليوم شعله المهرجان بمشاركه محليه فاعله للمبدعين الاردنيين ومن الدول الشقيقه والصديقه. وقال رئيس بلديه جرش احمد العتوم ان ما يميز مهرجان هذا العام انه امتداد للفرح الذي شهدته مملكتنا الحبيبه بزفاف سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. داعيا الله ان يديم الافراح على وطننا الغالي وتضمن حفل الافتتاح الذي يشارك به الفا فنان وشاعر وفرق موسيقيه وعربيه واجنبيه عروضا فلكلوريه واغاني وطنيه خصصت للمناسبه. كما يشمل البرنامج عرضا لمجموعه من المسرحيات والافلام السينمائيه اضافه الى امسيات شعريه وندوات فكريه وانشطه ترفيهيه وكرنفال للاسره والطفل